أرض في المي والجدران، في جانب سؤال قبل حلقة موجودة. جميل، شط في الأرض والجدران. الأرض أو الأسطح في الماء. يا سلام. بعد إذنك، كان الأخت اللي سألت السؤال هذا قبل حلقة مباشرة. قد تعبر الجدران في الرؤية أخي الكريم من الناحية النفسية، والأرض عن صفحة الإنسان وقلبه من الداخل. فإذا رزقت الجدران ورزقت الأرض صار البيت نظيفا، والمقصود به أن يصبح قلبك وروحك نظيفة. وما وسائل النظافة للبيوت؟ هي المنظفات والبتاع والمي، أما منظفات القلوب والأرواح طاعة الله وترك المعاصي وقراءة القرآن. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كونوا من المتطهرين بدنا وروحا، فده من المستحب جدا. جميل. بالعكس. نعم.